السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طائر مكسر الجناحين فيما يبدو، دائما يأتي به أبوه أو أخوه إلى هذا المكان حيث أضع لهم الطعام والشراب كل يوم، أسأل الله تعالى أن يتقبل هذه الصدقة. ثم يأخذ الطعام ويضعه في منقاره بهذه الطريقة دائما وأبدا، ولعله أعمى فيما يبدو لأن أخاه هو الذي يطعمه. فسبحان من وضع الرحمة في هذا الطائر، وسبحان من هيأ الطعام والزاد لهذا الطائر المعاق الأعمى والمكسر الجناحين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إلى آخر الحديث. انظروا كيف هيأ الله عز وجل لهذا الطائر من يطعمه بهذه الطريقة. فما أحوجنا إلى اليقين، وما أحوجنا إلى أن تكون قلوبنا رحيمة، ما أحوجنا إلى أن نرحم عباد الله وأن نتحلى بهذه القيم، قيم الشعور بالضعفاء. فلا إله إلا الله، إنه موقف مؤثر يبعث على الرحمة وعلى اليقين. وقل ما شئت من المعاني الجليلة.